السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسكا اخبار تي في، القناه التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا، اعضاء مجلس اداره شبيبه القبائل سيجتمعون غدا مع ممثلي شركه موبيليس من اجل ترسيم شراء اسهم النادي الهوي، واعضاء مجلس الاداره كذلك. شركه موبيليس ستكون المالك الرسمي للفريق قبل بدايه مرحله الاياب. عندنا ياريشان يعني فسخ رسميا عقد منصوري وحراق ولاعبين اربعه اللي حكينا عليهم. ياريشان سيلتقي بدايه من يوم الاثنين مع كل من صانوغو بوحكاك وزردوم وبن ساحه لايجاد صيغه فسخ العقد. والله صراحه انا الحاجه فقط اللي حاب نفهمها، ما فهمش باللي ياريشان باللي نورمالمون يبدا بنفسه، كما يقول مثل والله ما على باليش وش يقولوا، يقول لك المؤمن يبدا بنفسه، لكن تراك انسان مؤمن ابدا سائب نفسك، لانك انت السبب الرئيسي اللي خليت شبيبه القبائل وخليت شبيبه القبائل تتكركر، والاداره كذلك الفاشله التي معك في الاداره. ومن بعد نزيدوا نصوتيو اللاعبين وان شاء الله تتغيروا كاع وان شاء الله يروحوا كاع، وماذا بينا ان شاء الله كامل تتنحاو كاع كيما حنايا نقولوها. والله صراحه هلكتوا شبيبه القبائل وما زلتوا تهضروا، يعني يا ريشان مازال يصحح في وجهه، قال لك انا ما زلت في شبيبه القبائل، ومازال المدرب كيف المدرب تاني بانت له راهو جايبها ميلود حمدي، عجبته شبيبه القبائل. انا صراحه يعني كون جا مدرب قوي صح ومدرب مليح وكل شيء ما يقبلش عقد تاع سيموا، يعني داروا له عقد تاع بث تجريبي فقط، يعني رايحين يجربوه لمده 6 اشهر. انا صراحه واحد يكون بروفيسيونال يعني ماشي راح يقبل العقد لمده 6 اشهر. وماذا بينا خليونا التعليقات تاعكم، ماذا بينا تخليو لنا التعليقات تاعكم، ما رايكم يعني في هذه الاداره الفاشله التي تسببت في سقوط شبيبه القبائل وراح تدي بها الى المركز يعني الاسفل، خلاص خاوتنا في اسفل السافلين ويرجعوا في القسم الثاني. صراحه والله يعني غلبونا هذا الإدارة الفاشلة واللاعبين الفاشلين كذلك، ليلعبوا بألوان شبيبة القبائل ولعبوا بقميص شبيبة القبائل ولعبوا بزعيم الأندية الجزائرية اللي كان يعني اللي تقول له شبيبة القبائل يعني تخلع. صراحة الناس كانوا باش يلعبوا مع شبيبة القبائل يعني وجدوا روحهم يسعدوا تحكمهم الخلعة من هذا الفريق الزعيم. اليوم كما رانا قاعدين نشوفوا فيه راهو قاعد يتكركر وفي اسفل السافلين يعني في المراحل الاخيره باش ينتقل يعني ويسقط الى القسم الثاني. صراحه والله ماذا بينا تشاركونا كامل الاراء تاعكم، وماذا بينا انا واحد من الناس كيوتيوبر وكمؤثر وعندي بيبليك في شبيبه القبائل وجمهور في شبيبه القبائل، ماذا بينا يقوم تغيير. انا الميساج تاع الشعب نوصلوا، اي انسان عنده ميساج يخلي لنا الميساج تاعو في التعليق. هذه هي القناه ان شاء الله اللي راح تدعم شبيبه القبائل، ونبقاو وراء هذه الاداره الفاشله وهذا اللاعبين الفاشلين اللي يلعبوا بالوان شبيبه القبائل وبقميص الوان شبيبه القبائل حتى تسترجع شبيبه القبائل مكانتها. لايك على الفيديو، عاونونا بلي بارطاج.